القصة هذه يحكيها بطل القصة بلسانه، اسمه أندريو، واللي نزلها في موقع رعب على الإنترنت. صاحبنا أندريو قال الموضوع بدأ معاه قبل 13 سنة في مدينة بروكلين في الولايات المتحدة الأمريكية. يقول لما كنت شاب مراهق كنت وقتها طفشان وحاس بالملل وقاعد أقلب في جوالي ولا لقيت شيء أسويه، لين ما شفت الإعلان في واحدة من الإعلانات، وكان عنوان الإعلان واحد طالب شخص أمين يهتم بالقطط عنده في البيت. قلت أكيد الرجال مسافر لوقت طويل ويحتاج شخص يرعى هذه القطط. في البداية لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل الجرس. يا مرحبا بالجميع، نكمل قصتنا. يقول أرسلت الإيميل المكتوب بياناتي ورقم جوالي، بعدها بساعات اتصل علي رقم مجهول. كان رجل لطيف حقيقة وقال لي إنه الموضوع سهل، ما عليك إلا إنه تأكل القطط كل يوم لمدة 10 دقائق. بعدها سألني على اسمي بالكامل عشان يسأل عني ويتعرف علي أكثر. الأكيد إنه رحت له ثاني يوم الصباح وكان اسمه بن، وبن هذا رجال لطيف. قال لي إنه مسافر ومطلوب مني إني أحط الأكل للقطط وأمشي بعد كذا، وكل أسبوع يعطيني 20 دولار، بالإضافة إنه أعطاني 1000 دولار عشان أشتري في أكل للقطط. كان مبلغ كبير ويكفي أكلهم لمدة سنة أقل شيء. المهم كان عنده تحذير أخير، قال لي بكل جدية تحت أي ظرف ولأي سبب لازم ما تتأخر عن الساعة 6:10، ولازم ما أحتك لا في أبوه ولا في أمه اللي قاعدين يتفرجون على التلفزيون لأي سبب، ولا أتكلم مع أي أحد فيهم ولا أسلم عليهم حتى. ما هو مسموح لك أكثر من إنك تدخل من باب المطبخ تحط الأكل للقطط وتطلع من نفس الباب. ممنوع تتجول في البيت، ممنوع تتكلم مع أهلي. يقول وافقت وبدأت الشغل من اليوم الثاني. الموضوع كان بسيط والشغل كان سهل، وكل يوم جمعة كنت ألقى 20 دولار على طاولة المطبخ. استمر الوضع زي كذا. بعد شهر تقريبا وصلت متأخر بحدود الساعة 6:08. دخلت بسرعة وكالعادة قلت لهم هاي، ما ردوا علي، وحطيت أكل القطط وأطالع في الساعة لقيتها الساعة 6:11. تأخرت عن وقت الخروج 1 دقيقة. والتفت على غرفة المعيشة وأنا أطالع، لقيتهم وقفوا من كراسيهم وصاروا يطالعوني بغضب. غرفتهم كانت مظلمة. طلعت ركض بدون ما أحاول أطالعهم، وهذا الشيء بناء على أوامر ولدهم بين، وعد الموضوع على خير. وفي مرة أتأخرت كثير عن الوقت وكنت خايف منهم، التفت جهتهم لقيتهم واقفين جنب بعض. أول مرة أشوفهم في النور، شكلهم كان مرعب، وجوههم مشوهة، يتحركون بطيء، حسيت وإنه شعرهم كان يتساقط، ريحتهم كريهة، كانوا نحيفين لدرجة إنه عظامهم كانت واضحة تحت الجلد. صاروا يطالعوني بغضب ووحشية ما شفتها في حياتي. لما لفيت كانوا ورايا بيني وبينهم أقل من 10 خطوات. ارتعشت من الخوف، شكلهم مرعب جدا جدا، عيونهم كانت غريبة ومشيتهم مخيفة وصوتهم كان بشع. ما كان قدامي إلا مهرب واحد كان باب القبو. بن كان محذرني من دخول أي غرفة في البيت، لكن ما في حل ثاني، فتح معايا بسهولة. وقفت على باب القبو، كان مظلم وريحته كانت جدا سيئة، لكنه كان أرحم من الاثنين المرعبين اللي ورايا. نورت على جهتهم بنور الجوال وهم واقفين في بداية السلم وكانوا يطلعوني من فوق، وكنت مرعوب. على طول اتصلت على رقم 911 وبصوت مرعوب أعطيتهم العنوان وقلت لهم اللي حصل معايا. قالوا لي إنه لازم أهدى وإنهم أرسلوا دورية قريبة من المكان وإنه دقايق وبيكون عندي. يقول بديت أدور على أي مهرب منهم، النور ضعيف والريحة كانت غريبة وأنا خايف مرة. حسيت بحركة ورايا وبنور الجوال شفتهم كانوا ورايا بالضبط. ما قدرت أتحمل، صرخت بصوت عالي ورجعت ورا بسرعة. الجوال طاح من يدي ونور الجوال اختفى تماما. وقتها حسيت
كأنه قلبي بيطلع من مكانه. من قوة الخوف ركضت بعيد عنهم وحاولت بيدي ألمس مكان السلم اللي لقيته بصعوبة، وطلعت السلم بسرعة. فتحت الباب وطلعت وأنا أصرخ وأركض، وبدون ما أفكر جريت على باب البيت الرئيسي وكسرته برجلي وفتحته، ولقيت واقف في وجهي الضابط. وصلوا معدورية الشرطة. أول ما شافني وأنا خايف قال لي إيش فيك؟ حكيت له كل حاجة شفتها. قال لي أنتظر مع زميلي برا، وطلع مسدسه وكشاف كبير ودخل البيت لوحده. بعد دقائق بسيطة جت مجموعة من البحث الجنائي وضباط الشرطة ودخلوا البيت. بعد كذا طلع الضابط وسألني إذا كنت متأكد أنه كان في ناس يطاردوني داخل البيت. قلت له نعم. قال لي زي ما تشوف البيت هذا طلع مهجور من سنوات، وأصحاب البيت ماتوا قبل فترة بعيدة وهم قاعدين على الكراسي، وجثثهم لقيناها متحللة في مكانها. ومع البحث تبين أنه الريحة الفظيعة اللي في القبو كانت ريحة ولدهم بن، مات في القبو وفي نفس اليوم اللي هم ماتوا فيه. يمكن انتحر من الحزن عليهم، أو الشرطة تقول أنه ممكن يكون قتلهم وانتحر. السؤال هنا، البيت كان هادي، متى صار مهجور وخراب بالطريقة هذه؟ وين اللي كان يدفع لي؟ أنا تواصلت مع مين؟ ومين اللي يتكلم ويتواصل معايا؟ وليه طلب مني أهتم بالقطط وما أهتم بوالديه؟ وكيف ما شميت ريحتهم طوال هذا الوقت؟ أنا خايف بشكل ما تتصوروه. حتى وصل في الموضوع إنه أراجع مصحة عقلية ونفسية، لأنه بديت أشك في نفسي، لكن تبين في النهاية إني سليم. اللي عنده إجابة لهذه الأسئلة يكتبها لنا في التعليقات. من قناة سرد وارتعاد كان معكم صالح بن عبد الله. كونوا بخير، حفظنا الله وإياكم من كل سوء ومن كل شر. في أمان الله.